إذا تقول الأخبار من أنه اعتقل من طرف ما يسمى بلا دي جي اس اي. لا دي جي اس اي هي المديرية العامة للأمن الداخلي التي يديرها. أنا وضعت لكم صوره اليوم قبل قليل، وهو بوعزة وسيني، الجنرال بوعزة وسيني. هذا الجنرال لديه كثير وكثير من الجرائم، ما راح نتحدثوا عليه اليوم، راح نتحدثوا عليه خطرة أخرى إن شاء الله، نرجعوا له بالتفصيل لأن اليوم يهمنا مواضيع أخرى خاصة الجمعة. إذا هذا الجنرال هو اللي راه الآن أكبر محرض على ضرب الشعب الجزائري، من أكبر المحرضين. الآن راه هو أربعة آخرين هم اللي هذا الجاهل تقريبا يكاد يأتمر بأوامره، لأنهم يحبوا يقولوا له واش يسمع. القايد صالح يريد إعادة إنتاج هذا النظام، هذه العصابة، فهم يقولوا له واش يسمع ويروحوا أكثر مما يريد. فقام إذا هذا بوعزة وسيني بإعطاء الأوامر لبعض الحنوشة باعتقاله، راحوا اعتقلوه بدون قرار قضائي، حتى بقانونهم هم يخترقوه. ولذلك هذا ليس اعتقال، هذا خطف. ناس بلباس مدني في سيارات مدنيه راحوا دخلوا للدار، طبوا عليه، قالوا اطلع معنا، شكون انتم؟ اطلع معنا احنا المخابرات، بدون امر قضائي وبدون اعلام شرطه المنطقه، وهذا قانون هما صادرينه. يقول لك لابد من اخبار اي جهه بلباس مدني او حتى لباس غير مدني تروح تعتقل شخص، لابد من اختار مسؤول الامن المنطقه، كان المفروض يختار الوالي او مسؤول الامن الولائي ومسؤول الامن الدائره بماذا هذا الله. اذا كان هذا على الساعه الواحده، وكان من منطقه الدويره، هو يسكن في الدويره. خذوه هناك وعرضوه مده 24 ساعة تقريبا، من الساعه الواحده الى تقريبا اليوم في حدود الساعه 11، باش توقفت الاستجوابات. قسموه الاستجوابات على 3 مرات، وكانت الاستجوابات كالتالي: لماذا تسافر كثيرا الى الخارج؟ ما هي علاقتك بقناة المغاربية؟ ما هي علاقتك ببعض الشخصيات المعارضة خاصة من حركة رشاد؟ وذكر اسم مراد هنا واسم المتحدث. ثم ذكرت المصادر ايضا، قالوا له: هل لديك علاقات مع خالد نزار؟ سالوه، مش متاكدين، الهارب الان الى اسبانيا. خالد نزار مش اسبانيا، راه في فرنسا باش ما يغلطوناش. ثم ما هي علاقاتك ببعض ضباط كبار للمخابرات، معناها زملائهم اللي هما مقربين من التوفيق، وهل لديك علاقات مع التوفيق؟ مصادر ايضا قالت من أنهم طلبوا منه أن يفسر لهم لماذا هاجم، كما سموه هما، هاجم قيادة المؤسسة العسكرية في خنشلة في 8 ماي الماضي، واعتبروا بأن هذا كان ديفاماتوار، أوفونسون ديفاماتوار، أنه كان تهجم، وأنه بطريقة غير قانونية أو غير مسموح بها، ثم أضافوا بأن هذه إهانة، وطبعا هذه التهمة اللي ركبوها له الآن إهانة للجيش. وطبعا هذه كلمة إهانة للجيش عندهم مادة تسمى المادة 75 من قانون العقوبات، تحكم على شخص إلى غاية 10 سنوات. هكذا تهمة فضفاضة، يقدر أي واحد، أي ضابط، يقول لك أنت راك تهين الجيش. على رأي نهين الجيش، راك درت كاريكاتير، هكذا راك قلت كلمة، راك أديت تعبير، راك هضرت في قناة، راك كتبت في فيسبوك. تهمة مطاطة، إهانة الجيش. ثم نقلوه فيما بعد إلى ما يسمى بوكيل الجمهورية في القليعة، الذي أمر طبعا بأوامر المخابرات، بأمر الحنوشة، إلى وضعه في السجن، وقد وضع في سجن القليعة. هذه هي المصادر اللي خرجت واللي جابتها بعض المصادر الإعلامية المطلعة.